اليوم عندنا فيلا للبيع، عبارة عن 5 فلل جايين تحت بعض. الفيلا اللي هنصورها دي هي الفيلا رقم 4 قبل الأخيرة. الفيلا اللي بتيجي مستقلة، عبارة عن طابقين فيها حمام سباحة، مساحة الأرض حوالي 350 متر، 400 متر. عليها فيلا طابقين 220 متر، 4 غرف وصالة مع 3 حمامات، وزي ما قلت لكم مسبح خاص. خلينا نشوف الفيلا الحديقة بتاعتها ومدخلها، وخلينا اقول لكم هي فين. دي في منطقة باشسكلي، منطقة دملار، دي تبعد عن الساحل بالظبط 2 كيلو متر، قريبة جدا من الساحل. منطقة كلها فيلل راقية. عندي هنا ده مدخل الفيلا نفسه، ممكن الجزء ده نقفله ازاز ونعمل هنا دولاب في المدخل. انا عندي المدخل نفسه من هناك، ندخل بالسيارة على الاوتو بارك هنا، ياخد سيارتين. ده شكل المبنى، خلينا نصوره من الداخل. اول ما بدخل بيجي عندي في الطابق ده عندي صالة ومطبخ وغرفة نوم وحمام، وفوق بيجي عندي 3 غرف نوم مع 2 حمام. خلينا نبدأ الأول بالصالة. الصالة بتيجي بالشكل دوت، هسيب لكم المساحات كاملة، الغرف والصالة في صندوق وصف الفيديو. الصالة بتيجي مساحتها كبيرة، طبعا ليها مخارج على الحديقة زي ما احنا شايفين. بقدر اخرج منها على الحديقة بالشكل ده. عندنا ده حمام السباحة، وده جزء شايفه كويس استخدمه كحديقة. عندي زي ما قلت لكم المنطقة كلها فيلل، دي مدرسة خاصة جديدة. بنيجي بعد كده خلينا نشوف ده حمام صغير مقابل الصالة على طول، بحيث جالنا ضيوف يبقى ده الحمام استخدموه. وعندي هنا غرفة موجودة تحت بحيث لو جالنا ضيوف دي تبقى غرفتهم، أو لحد كبير في السن مش يقدر يطلع الطابق التاني دي تبقى الغرفة بتاعته. بعد كده بنيجي هنا على المطبخ، ده شكل دولاب المطبخ، مطبخ جاي بالطول، ده شكل الدولاب. وليه مخرج طبعا على الحديقة بره، وعندي الحمام السباحة. خلينا نطلع الطابق التاني. عندي هنا ده سلم رخام، وعندي هنا ده ازاز يدخل اضاءة جدا ممتاز. وعندي هنا دوت حمام رقم 2، هنا مكان للغسالة، حمام فيه مساحة، وهناك عندي ده كده الشاور، وهنا المغسلة. طبعا الحمام اللي احنا شفناه ده يخدم غرفة النوم دي كده، نفس مساحة الغرفة اللي تحت. ودي الغرفة رقم 3، تيجي بالشكل ده كده. وعندي هنا دي بلكونة مشتركة مع غرفة النوم الماستر، بلكونة جاية بالطول، حط فيها ترابيزة مع كرسيين، طبعا بتبقى أحجام صغيرة لأنها العرض بتاعها صغير. وعندي هنا الحديقة تحت بالشكل دوت، وده كده المنظر. عندي المسجد قريب جدا مني زي ما احنا شايفين. ده هنا فوق زي تقريبا زي سلم، معرفش بيتفتح ازاي، بس ده بيتسحب ويبقى فيه سلم بحيث ان احنا نقدر نخزن اي حاجه فوق. دي الغرفه الماستر، تيجي مساحتها كبيره. ده هنا مكان للسرير، وعندي دولاب ملابس بالشكل ده، دولاب الملابس بتاعها
جزء كبير، وعندي ده الحمام اللي خاص بالغرفة الماستر، برضو ليها مخرج على نفس البلكونة. زي ما قلت لكم هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو مع السعر مع كل حاجة.